انا بغيت نهني بلادنا على استضافه هذا كاس العالم في الرمايه الرياضيه واللي تنظمو الجامعه المغربيه ديال الرياضه الرمايه، وهذا تبين القدره ديال بلادنا على استضافه بطولات دوليه في هذه الالعاب. كاين واحد المشاركه اللي هي مشاركه جد مهمه، اكثر من 45 دوله اللي هي مشاركه من كل قارات العالم، وهذا تبين ايضا المكانه الخاصه ديال هذه الرياضه واللي هي نتيجه ديال واحد الاهتمام خاص اللي توليه صاحب الجلاله الملك محمد السادس الله ينصرو للرياضات على الصعيد الوطني. هذا الكأس ديال العالم اللي كتعقد في المغرب كتعقد بطبيعة الحال لأول مرة، وهو بطبيعة الحال شريف بالنسبة للمغرب، ولكن كذلك مسؤولية كبيرة، وهي نتاج الثقة اللي وضعها الاتحاد الدولي في المغرب بعد تنظيم دورات سابقة بالنسبة للجائزة الكبرى، واللي كان عندها واحد النجاح كبير جدا، حيث أن سنة بعد سنة كان تزايد في عدد الرماة المشاركين وفي عدد الدول المشاركة وفي كذلك نوعية المشاركين، بحيث كنشوفوا حاليا على أن المنافسين كلهم حاملين لألقاب عالمية، ميدالية ذهبية أولمبية، ميدالية ذهبية بالنسبة للبطولة العالمية والقارية. إذن فكان هناك واحد المنافسة اللي غادي تكون منافسة شرسة ما بين المشاركين، والطقس والجو هو يعني كيساعد، وكنظن على أن هذا اللقاء هذا غادي يكون لقاء يعني ناجح بكل المقاييس. نتمنوا كذلك على ان الرماة المغاربة اللي حتى هما بلغوا واحد المستوى ديال النتائج، لا من حيث النتائج يعني المحصل عليها في المباريات المختلفة، ولكن كذلك في المباريات التحضيرية لكأس العالم، كيحتفظوا يعني بعدة حدود انهم يكونوا في المراتب الاولى ان شاء الله، لا بالنسبة للذكور ولا بالنسبة للإناث. عندنا هناك ابطال حفار إدريس اللي هو أصبح حاليا مصنف في الرتبة الأولى على الصعيد القارة الإفريقية، ومصنف كذلك في الدرجة الثامنة على الصعيد الدولي بعد البطولة اللي كانت عقدت في شهر نوفمبر في كرواتيا. سعيدين بتواجدنا في بلدنا الثاني المملكة المغربية الشقيقة في مدينة الرباط، ونتقدم نيابة عن جميع المشاركين بالشكر والتقدير إلى حضرة صاحب السمو الأمير مولاي رشيد رئيس شرف لاتحاد الرماية المغربي والداعم لتطور رياضة الرماية في المملكة المغربية الشقيقة. كما نتقدم بالشكر إلى الأخ الفاضل الدكتور عبد العظيم الحافي وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد المغربي على الاهتمام والرعاية لجميع المشاركين، ونتمنى نجاح هذه البطولة، ونحن متأكدين إن شاء الله ستلقى نجاح كبير. Thank you very much for inviting us. My name is Willy Gildiaizev, Secretary General. We are very pleased to come here back to this beautiful shooting range. We know the Federation in Morocco here did an excellent job, and if we see the preparation, so it's really first class, and I think all the athletes are very happy, and we are looking forward for the next days in competition, and I think you did very well here. And but we want to come back again, maybe one day with a bigger event. So World Cup is one of the first step, and so look forward, and we say thank you to the organizer, to the president, to everyone who was involved, and of course congratulations to all the people here involved here in Rabat.